الا عندك مشكل ديال ديك التنفس والام في الصدر وكذلك كتحسي بديك الخنقه والسعال الحاد، وكذلك عندك مشكل ديال الحساسيه، ما عليك الا بهذا المشروب السحري الفعال مجرب مني انا شخصيا، النتيجه كتبان من اول استعمال. خليكم معايا للاخر باش تكتشفوا المكونات ديالو ونصائح مهمه في اخر الفيديو، ما تمشيو فين، ويلاه نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. جمعة مباركة على الجميع، جات لكم اليوم فيديو جديد. وهذا الفيديو غنتقاسم معكم واحد المشروب سحري مجرب مني انا شخصيا، فعلا رائع للناس اللي عندهم مشكل ديال ضيق التنفس وديال الربو وديال كذلك الحساسية، واللي كيحسوا بديك الخنقة بالاخص في هذه الفترة هذه اللي الناس تقاسوا بهذه النزلة هذه. يعني هذا المشروب هذا راه فعال وكيعطي نتيجة يعني سريعة بإذن الله. كنتمنى فعلا يفيدكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنسونيش بلايك والبارطاج، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. غنبداو بسم الله على بركه الله، نتعرفوا على المكونات ديال هذا المشروب هذا اللي فعلا المكونات كلها طبيعيه وامنه. وغادي تعرفوا معايا على الفوائد العظيمه ديال المكون الرئيسي عندنا في هذا المشروب هذا. بالنسبه لاول مكون اللي هو اساسي في هذا الحصه هذه، وهو القرنفل. بالنسبه للقرنفل ما عندكم لاش تخوفوا عليه، لانكم غتاخذوه بكميه اللي هي قليله كما كتشوفوا معايا، ومده كذلك ديال العلاج غير 5 ايام الحمد لله. يعني الانسان كاع الا كان فيه داكشي كثير راه مده ديال 7 ايام صافي كيتعالج. بالنسبه للقرنفل كما كتشوفوا معايا، هادو هما العويدات ديال القرنفل، راه له فوائد عظيمه، خليكم معايا في الاخر غنطرق لكم على اهم الفوائد العظيمه ديالو. بالنسبه شنو كناخذو منه، كناخذو منه 5 د الحبات كندقوهم كما كتشوفوا معايا، وكنحصلوا على هاد 4 معالق ديال المطحون ديال القرنفل. كيديروا الكبار حتى 7، ولكن تنفضل ديروا غير 5. وبالنسبه للصغار يعني كديروا لهم غير تديروا لهم غير حبه وحده، ولا كديروا لهم جوج هكا ولا ثلاثه كطحنوهم صافي، غير راس معلقه كما تشوفوا معايا صغيره. وبالنسبه للصغار كديروا لهم غير شويه، يعني بحال قسموا هادشي على 3. وغندوزو للمكون الثاني اللي هو غني عن التعريف، اللي هو الزعتر. ولكن الزعتر الناس كينساوه تيخليوه حتى تيمرضو عاد كيستعملوه. هو جيد انكم ديروه في الشاي، جيد انكم ديروه في الاكل ديالكم، تحكوا على لي صالاد ديالكم، يعني راه له فوائد عظيمه، يعني خصو يكون داخل في النظام الغذائي ديالكم ماشي حتى تمرضوا، ولكن كميه اللي هي قليله. راه فعال حتى هو، وتيقوي المناعه يعني، وتينقي الجسم من السموم، يعني بزاف بزاف الفوائد العظيمه ديال الزعتر. الا بغيتوما نخليكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبه للمكون الثالث اللي هو الحامض، الحامض كذلك كتعرفوا يعني الفيتامين سي غني عن التعريف، وهو كذلك مفيد مفيد في هذا البرد هذا، يعني مزيان حتى هو تدخلوه في النظام الغذائي ديالكم، يعني ديروه كعصير، تعصروا على لي سالاد، يعني ديروا اللي كنتو كتاكلوا الحوت تعصروا عليه، يعني حتى هو تيعزز وجيد بزاف ومفيد المناعه ديالكم تيقويها. وباش غنحليو هذا المشروب هذا، هو العسل ضروري نحليوه بالعسل باش نتفاداو اي مضاعفات. دابا غندوزو باش نحضروا هذا المشروب ديالنا. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه غادي نغسل هذا الزعتر، لان ضروري هذه المعلقه هذه ديال الزعتر تغسلوها كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للقرنفل الا كنتو باغيين تستعملوا هذوك 5 الحبات تغسلوهم، مكتوب تستعملوا غير المطحون، راه ديجا مسحينو عاد طحنينو. دابا غنغسل هذا الزعتر ونرجع معكم. دابا بعد ما غسلتو كما كتشوفوا معايا، غادي نوضعوا هذا الكاس هذا، وغادي نضيف عليه هاد القرنفل هذا. هاد المشروب هذا يعني خذوه بعينكم غامضين، راه امين، غير نصيحه اللي غنعطيكم غتاخذوه من وراء الاكل ماشي على معده فارغه، باش نتفاداو الناس اللي عندهم هكا قرحه المعده، اولا الناس اللي عندهم شي مشكل غير انهم ياخذوه بعد الاكل، ما غادي يوقع لهم حتى شي حاجه باذن الله. وكذلك مع تحليه بالعسل. بعد ما درنا هاد الزعتر هذا ودرنا هاد 4 معالق ديال القرنفل، دابا غنجيب ماء يكون غليان مزيان. ودابا بعد ما جبت الماء كما قلت لكم، يعني الماء يكون غليان، ومباشره يعني فاش كنديروا الماء ضروري ما كنغطيو الصحن ديالنا، يعني باش نبقاو محافظين على الفوائد العظيمه ديال هذا المشروب هذا. غادي نخليو هذا المشروب هذا فقط 5 دقائق، يعني 5 دقائق يطلع لينا يطلق لينا المفعول ديالو. بالنسبه للناس اللي باغيين يستعملوا القرنفل ما مطحونش، هذا يعني كديروه القرنفل كديروه من الليل حتى الصباح، يعني من الليل حتى الصباح. في الصباح عاد كتضيفوا ليه الزعتر، يعني الزعتر كتضيفوه غير واحد المده ديال 5 دقائق صافي، وكتصفيو المشروب ديالكم. دابا انا بعد ما درت هذا القرنفل مطحون غنخليه مده 5 دقائق ونرجع معكم. غندوزو دابا بعد ما دازت 5 دقائق على المشروب ديالنا كما كتشوفوا معايا، غادي ندوز باش انني نصفيه. ودابا فاش غنصفيه وغادا غادي نديرو تتيمه ديال التحضير كما غتشوفوا معايا.
يعني بالنسبة لهذا المشروب هذا فعلا مشروب راه سحري رائع، غادي يخلصكم من بزاف ديال المشاكل. دابا فاش صفيناه عاد غادي نديرو واحد المعلقة ديال عصير الحامض باش نستافدو من هذا الحامض هذا، يعني ما نديروش من الأول كما كتشوفوا معايا، يعني كنديرو غير واحد المعلقة ديال عصير ديال الحامض صافي. ودابا غادي نضيفوا ليه واحد المعلقه ديال العسل. العسل من طبيعه الحال يكون طبيعي، انا دائما كننصحكم في الوصفات العسل ديال النحل. انا هنايا عندي هذا العسل هذا ديال الخروب، وكاين ديال الزريقه، كاين ديال الاعشاب حتى هو، يعني اي عسل عندكم ديال الليمون، اي عسل اي عسل ديروه غير يكون ديال النحل. غادي نخلط هذا العسل هذا حتى غيذوب ليا في هذا المشروب. يكون هذا هو المشروب ديالنا السحري الرائع، الله يشافي الجميع يا رب. ما تنسونيش غير بدعواتكم، فعلا جربوه وردوا عليا، انا هذا المشروب هذا راه رائع، وديروه بعينكم مغمضين. فقط النصيحه اللي غنعطيكم بالنسبه للناس اللي عندهم هاك مشكل ديال المعده اولا، مهم ديروه بعد الاكل، والناس اللي ما كيهانيهم حتى شي مشكل وتقاسوا بهذا المرض ديروه يعني على الريق، يعني هكا كاس في الصباح وكاس كذلك فاش بغيتنعسوا، راه غادي باذن الله تعالجوا. اولا اللي بغى يدير غير كاس واحد في اليوم كافي، تيبغي ينعس وياخذو اولا ياخذو مع الصباح، مهم لكم الاختيار نتوما، راه فعال وغيخلصكم من دوك المشاكل، وغادي ينقي لكم الصدر ديالكم، يخرج لكم البلغم، ينظف لكم ويهنيكم باذن الله من جميع المشاكل اللي كنعانيو منها فهاد النزله هذه، يعني ديال الرش ديال السعال ديال الم في الصدر ضيق التنفس، ولكن بالاخص انا كنصح به الناس اللي عندهم الخنقه وضيق التنفس والربو، راه مشروب سحري بالفعل وغادي يشافيكم باذن الله. دابا غادي ندوزو باش نتعرفوا على اهم الفوائد العظيمه ديال هاد المسمار هذا اولا هاد العويدات هادو ديال القرنفل، من غير انهم كما قلت لكم جيدين بزاف الناس اللي عندهم مشكل ديال الم الصدر وضيق التنفس والحساسيه، يعني هاد سبحان الله، يعني هاد القرنفل هذا فعال وبزاف ديال الناس لقاو عليه الراحه. غادي ندوزو نتعرفوا على اهم الفوائد ديالو فاش كيفيدنا في هاد البرد هذا، انه جيد بزاف للالتهابات الفيروسيه، يعني كما كتعرفوا الناس بزاف دابا ديال المشاكل ديال هاد النزله هادي، وكذلك انه جيد بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل انسداد الانف، يعني الناس اللي عندهم الانسداد ديال الانف تيتخنقوا، يعني ما منفسينش معليكم الا تستعملوا هذا المشروب هذا اللي تقاسمت معكم، اولا ممكن تستعملوا القرنفل بوحدو مع العسل، يعني حتى هو مشروب خطير، تديروا 5 الحبات تودعوهم في كاس ما طايب، تغطيوه الصباح تتحليوه بالعسل كتصفيه وكتشربوه، يعني عن تجربه مده 3 ايام 5 ايام، غير ما تكونش مده طويله وما تكثروش الكميه، فعلا راه رائع. وكذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال السخفه والغثيان مع الصباح كيدوخوا اولا كيبغيو يسافروا هكا، ما عليهم الا ياخذوا واحد الحبه ديال القرنفل يديروها في الفم ديالهم فاش يبغيو يسافروا هكا، يكونوا غاديين في الكار اولا اي حاجه، اولا يشربوا كذلك شويه من المشروب ديالو اولا من المنقوع ديالو، راه غيفيدهم بزاف. كذلك القرنفل سبحان الله انه كيخفف من الناس اللي عندهم التوتر يعني والقلق، انه رائع حتى للفم، الناس اللي عندهم التهابات الفم راه معروف هذا القرنفل هذا للدراس وداكشي، يعني بحال كيبنج لينا المكان اللي عندنا فيه الالم. جيد انكم كذلك تشللوا بالمنقوع ديالو، ديروا واحد شويه العويدات في الماء وتبخوهم غير واحد شويه ويبرد، وتبقاو يعني تشللوا به الفم ديالكم، جيد حتى للشعر، الناس اللي عندهم تيخافوا العدوى لوليداتهم من القمل، يعني راه فعال القرنفل عنده ما شاء الله بزاف ديال الفوائد العظيمه. كذلك القرنفل كينشط الذاكره، ما عليكم الا انكم تعطيوه واحد الحبه لوليداتكم تغسلوها هكا، يبقاو يمصوها هكا ولا ديروه دخلوه في الاكل ديالكم. كذلك القرنفل انه كيمد الجسم بالطاقه. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سهلة، وكنتمنى الحصات تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتكونوا استفدتوا باذن الله، كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، الله يشافي الجميع يا رب. ما تنساونيش بلايك تبارطاجي الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعمو كذلك تشجع على القناه، وانتظروا الجديد ديالي والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.